منذ 10 سنوات أعاني من قطيعة أختي لي، اكتشفت أن أمي هي السبب، لأنها دائما تذمني وتغتابني أمامها. هي تزورني في أمريكا كل 5 أشهر عندما تعود لبلدها، إلى بلدها، بدلا من المديح تزيف الحقائق وتغتابنا أمام والدي وإخوتي. ولم يقطعوني إلا أخت من أخواتي، احتفظت بالتسجيلات التي تثبت كل ما تقول أمي عني لأختي. أعلم أن هذا من التجسس، لكن أردت دليلا واحدا حتى يصدقني إخوتي وأبي. أنا الآن لا أطيق أمي، ما زلت أستقبلها في بيتي لكن قلبي يكرهها. وعندما علمت أمي بالتسجيلات أصبحت تعاملني جيدا أمام أختي، أما في غيابها لا تكلمني. طيب، في إحدى المرات رفعت صوتي على أمي ولم أعتزلها، قلت لها قضيتي معك أرفعها إلى قاضي السماء، لأني لا أريد أي أحد في الدنيا أن يحكم فيها، لأنها أم والجميع لا يريد إزعاجها. هل يمكنني تخفيف التواصل مع أمي بالرسائل فقط وعدم محادثتها بالهاتف؟ تحاول أن تصيرني سيئة أمام أخواتي وباقي الناس. أقولها يا بني، حديثك عن الكر وما في قلبك من نفرة ونحوه، ما في القلوب من إلف أو نفرة، ليس موضع مؤاخذة، هذا لا يملكه إلا الله جل جلاله، فهو وحده الذي بيده أزمة القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حبه لعائشة أكثر من سائر نسائه: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. لكن لا يحل لك أن تغلظي لها في القول، ولا أن تنهريها، ولا أن تقول لها حتى كلمة أف. وقد قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. ويعني أشدد أن ما كان منك من تجسس لا يحل لك، ولو كان مغرض إثبات، يعني تريدنا أن تقيم الحجة على أمك. إن إقامة الحجة على الوالدين من العقوق، إقامة الحجة على الوالدين من العقوق. الوالدين اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أمك يا رعاك الله أحق الناس بحسن صحابتك، حديث أبي هريرة في البخاري: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ قال: أبوك. بل قال تعالى: في الوالدين اللذين يجاهدان ولدهما على أن يشرك بالله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بنيتي، يعني كلمة جامعة، أدي لها حقها وسل لها حقك، وكفى بالموت يا بنيتي مفرقا. إن أمك يا بنيتي الآن لعلها في صالة الترانزيت تنتظر النداء الأخير للرحيل، فاجتهدي في برها ما استطعت قبل أن يخلو منها المكان فتصبحي من النادمين. فقك الله يا بنيتي لما يحبه ويرضاه.